وصول حميد شباط للجماعة. كتشوفوا بطبيعة الحال متابعينا ومشاهدينا الأوفياء رفقة الابنة ديالو. إذن متابعينا الأوفياء، في الأثناء قلت وصول حميد شبط لجماعة فاس. كذلك حضور نائبة البرلمانية بطبيعة الحال. إذا متابعي ومشاهدي قناة شوفت، احنا معكم دائما في البث المباشر. وصول بطبيعة الحال هنا الأعضاء ديال المعارضة. قلت صراحة اللقاء تواصل كيعرف حضور ديال عدد كبير ديال الساكنة ديال فاس. يلا سيدي يلا تفضلوا الاخوان، تفضلوا الاخوان، يلا سيدي الاخوان تفضلوا. الله يجزيكم المتابعين. كتشوفوا حنا كنتواجدوا معكم الان بالجماعه ديال فاس. بطبيعه الحال مازال حميد شباط كيسلم على الناس اللي حضروا. حضور كبير هنا ديال الساكنه صراحه ديال فاس من اجل هذا اللقاء التواصلي اللي كتنظموا المعارضه. بطبيعه الحال كتشاهدوا متابعينا الاوفياء القاعه مملوءه على اخرها. قلت لربما غادي تكون جلسة صاخرة غادي يتم مناقشة فيها. إذن متابعينا الأوفياء كتلاحظوا معنا وكتشاهدوا معنا وكتتبعوا معنا بطبيعة الحال الآن لحظة وصول زعيم المعارضة حميد شباط للقاعة ديال الجماعة من أجل تنظيم لقاء تواصلي مع الساكنة ديال فاس. قلت حضور وسائل الإعلام، حضور أيضا مكثف ديال الساكنة ديال فاس. هذا لقاء تواصلي غتكشف فيه المعارضة أكيد، لأن الديمقراطية تقتضي على أنه تكون أغلبية ومعارضة. أكيد خرج الرئيس وتحدث على لربما هي وعود اعطيت لساكنه فاس. الان ماذا سوف تقول المعارضه؟ شنو هي الانتقادات اللي غتنتقد بها المجلس الجماعي على التدبير ديالو؟ بطبيعه الحال كنشهدوا في البث المباشر متابعينا الاوفياء.
تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.